أنا الهوس عبد الفتاح فنان تشكيلي عصامي من مواليد مدينة سلا. كندعو جميع الناس اللي تهتموا بالفن التشكيلي للحضور المعرض ديالي برواق مؤسسة محمد السادس اللي غيكون الافتتاح ديالو يوم 17 مارس على الساعة 6 واللي غيمتد إلى غاية 17 أبريل. كندعوكم للحضور المعرض ديالي باش تقاسموا معايا التجربة اللي دامت 25 سنة. كان الالهام ديال الاعمال هذه كامله من البحر من مدينه سلا. وما كرهتكمش تجيو تشوفوا معايا هاد الاعمال هادو وبارطاجيوهم كاملين.